يا ولاد اللي يحب النبي يصلي عليه. دلوقتي انا جعانه وقلت لازم ناكل بيتزا، اصل ريحتها هفه عليا قوي ودماغي جايه على البيتزا، فقلت نعمل بيتزايه كده معاكم. يلا بينا وهنوريكم الحاجات اللي احنا استخدمناها في البيتزا، يلا بينا نوريها لكم. نحب انا نعجن العجين، العجين بركه، نحب نشيله في الثلاجه كده نخزنه ونقعد بقى نفرده كده براحتي، مش لسه نعجن ونعمل، هنفردها معاك اهي وهنوريكوا هنعملها ازاي. الدقيق ده بركه نعمل. ابويا زمان لما كنا نيجي نعمل حاجه زمان ما كانش فيه فلوس، كان فيه دقيق بس، ابويا عنده شكاره دقيق ورا الباب ناكله فيها ننهشه فيها كده بس. فكانت امي لما تيجي تخبز منها وابويا يشوف الشكاره بتنقص كده وتصغر شويه، عارفين الطوب الابيض، يروح يجيب الطوب الابيض ويفضل يفرم فيه ويدق فيه كده يخليه زي الحريق ويزود الشكاره بيه. امي تقول له بتعمل ايه يا راجل؟ هتسمم العيال؟ يقول لها تسمم العيال ايه ونيله ايه، ده احلى حاجه، ده العيال كده العيل يبقى زي جفاه زي جفا الفاح. وفعلا احنا كلنا طلعنا صحيين من اكل الطوب، ابويا زود الدقيق طوب والشكاره ما تنقص ابدا، وكانت البركه عندنا ملهاش حل، بركه جامده. شوفوا يا ولاد الدقيق بيفرد على طول ازاي، شفتوا زي الزبده طرد اهو، اسهل من كده ما فيش. تبططي وتفردي اهو، ابويا ما كانش يستخسر فينا حاجه ابدا، ما كانش عندنا غير شكاره الدقيق في الطعم، وكنا بناكل وكنا زي القمر، ولا عمرنا قلنا حاجه عيبه ولا قلنا مجعانين ولا مش لاقيين ناكله، وناكله اهو. هو الدقيق مش نعمه، فانا نعجن الدقيق ونحب نشيله في الثلاجه كده، اي يوم نبقى جعانه نطلع منه ونفرد وناكل اهو. اهو ابويا كان يجيب فوازير الذره ويقعد هو وامي فرفط الذره ويجرش بسنانه ويطيف ونشره في الشمس يبقى دقيق زي العسل، ولما ما يكونش فيه ذره ومش ايام الموسم ابويا يجيب الطوب بقى ويملى الشكاره على طول على طول، يملى على طول. شايفين فردتها اهي، بصوا يا ولاد اهي اتفردت زي الزبده والطرشاقه دي كده. طرشخاني بسنانك ياما، لا طرشقت خلاص الحمد لله. اهو تاخدوا الصلصه ديت، اهم حاجه الصلصه دي، اللي ما عندوش صلصه يا ولاد يجيب حجرين طوب من الاحمر، عارفين الطوب الاحمر، ويبشرهم ويحط عليهم حبه ميه هتبقى احلى من الصلصه اهو. ابويا يقول لما تدخلوا الطوب في حياتكم وفي اكلكم يبقى عسل، الواحد يشخ الجلوط يبقى زي الحجر زي الطوبه. لو جبنا ادم ياما بتحدثه بالجلوط تقسمه نصين اهو طلياته كده، اهم حاجه الصلصه دي اهي. كل ما تحمر البيتزاي كل ما تبقي احلى واحلى اهو، وش عيالك يحمر يبقى زي الدم اهو. نحب انا الميه في الصلصه كده ونفرد، اهم حاجه الصلصه. وانت بتفرديها تحطي معاها ايه؟ معلقتين زيت كده وتقلبي. شايفين؟ شايفين يا ولاد؟ وتقلبي. الفراخ هاجت بره شمت ريحه البيتزا، سامعين صوت الفراخ؟ تلاقوها صلوكم هتطلع بالنبوط نكسر عضمكوا دلوقتي. لا ابويا يا ولاد لقى امهم عيانه، امهم اللي هي كانت ايه كانت راكده على البيض ومطلعاهم، لقاها عيانه راح شاططها النهارده جاي نتغدى بيها. ابويا دي غريب الشكل اتغدى بيها، جاله مغص يا عينه وقعد يكح وصخر، راح نار بطنه اتقطعت. قلت له يا ارحم نفسك، رحت اخده منه صدر الفرخه دي، قلت له سيبهولي انا نستحمل عنك، قلت نعمل بيه البيتزا، هنعمل بيه البيتزا وبشرته وهنعمل بيه البيتزا. الراجل بيصوت على اخره في الاوضه جوه، انظر الفرخه مصممه ولا ايه؟ حاجه عجيبه. ابويا ده ما بيرحمش، فعيالها نازلين بقى تحت بيطاردونا، عايزين ياخدوا مننا الضار، يطفشونا من الضار ياخدوها، والله نتدبحهم كلهم. وانا تحت الكلام ده ولا في فراخ تقدر عليا؟ ده انا نقتلهم، ده انا عنيده، ولا فراخ ولا اسد حتى. اه شكلهم هيتذبحوا الاخرين. دلوقتي يا ولاد بعد ما عملنا كده مش فاكره نعمل ايه، استنى نفكر كده، بيحط الصدوق الاول ولا مش عارفه. ماشي ناخدوا كبشه صدوق كده ونضروها، تضري ما يهمكيش تدوسي اهو اهو اهو، تساوي الصدوق كده وتلبلبوه. مش شرط يا ولاد تحطوا في الصينيه كلها صدوق، شكلوا بقى عندكم مثلا حبه فراخ زي انا ما عملت كده وخدت الصدر من ابويا ترشه كده حبه صدور فراخ كده اهو اهو، تحبوا اللي انتوا تحبوه حطوه اهو وتاكلوا، ولا يهمكم حاجه، فرخه مصممه فرخه عيانه اهو. انا ناكل الحاجات دي ما راحت
قوة ونبقى حضيض ناكل والنقر ملاي. في كمان حتتين لانش الواد ابراهيم كان قاعد يلحص فيهم هنرميهم كده في طرف الصينية. انا بحب كل حاجة، ما نقولش الحاجة لا، نقول لا لا، دي الحاجات دي بتبقى جميلة تقوي الصحة اهو اهو. والله لو لاش قطة حتى حمار، لو قطة، لو شفت قطة دلوقتي هنشطها ونحطها مع البيتزا. امال ايه الحاجات دي بتقال لها لا؟ شايفين اهو اهو يا ولاد، شايفين تلبلبوا كده لقمتكم تعرفوا انتوا بتاكلوا ايه اهو. كل ده هيعود عليكم بالخير وعلى الصحه والعافيه كده اهو. هنحط ايه تاني يا ولاد؟ هنحط ده اهو عش الغراب. حد عارف عش الغراب؟ عش الغراب ده اسمه الفطر. الفطر ده جميل بيتحط في البيتزا برضه، هنحب نحط الفطر ده قوي. الفطر ده يعني ايه؟ من الفطريات. عارفين الفطريات في كتاب العلوم؟ هو ده اللي بيتحدثوا عليه ويقول لك فطريات. الفطريات ده ابويا امي تجيب رجل ابويا، تبقى رجل ابويا معطنه وريحتها رمي، تجيبها تلفها في كيس وتخبيها تحت السرير لمده اسبوع، تيجي تفتح بن صوابع تلاقيه مطلع من دي من دي. اسمه فطر اللي هو بيقول لك عليه عش الغراب دي. لا ده هو فطر بيجي من البكتيريا والحاجات الملوثه، يجي كده وينبت كده. ابويا بيطلع منه ياما، نجيب انا بقى وناكل انا واخواتي ونرص كده، نرص كده من الفطر دي. فطريات جميله اهي تقوي الصحه وتخليك زي ظهرك زي ظهر الاسد اهو اهو، تخلي ودانك تطنجر زي ودان الكلب اهو. ماله ماله يا اخويا، تحط كده وترص اي حاجه عندك تحطها مع حبه فلفل اخضر كده يا ولاد. شايفين الفلفل الاخضر اهو؟ ما عنديش ياما، فهنضطر نحط ايه، نكمل بالالوان اللي عندي بقى، مش مشكله. ما انا ما رحتش ايه السوق جبت ولا كده، كنت كل يوم نروح نستوي الواد ابراهيم زي ما تقول معاه شويه اسهاق، فمش مشكله. عارفين الكيوي ده بيحل محله وبيبقى جميل. الكيوي ده بطرخ الكيوي ده، مالو جربوه في مزازه على فكره. الكيوي مش وحش يا ولاد، في مزازه وجميل. حطوا منه فردوه كده، حطوا منه كده اهو. مالو مالو الكيوي يا ولاد؟ نقول الكيوي لا اهو. والطماطم برضه عندي قليله يا ولاد، الله راحت فين الطماطم اهي، بصوا قليله. هنحط دور ولو ما كفوش نكمل بشرحتين من من الفراوله اهي. مال هي بجربوها كده اهي، مالها بالطماطم والفراوله واحد، كلها حمريات اهو. اي حاجه حمراء عندكم حطوها، اي حاجه اهو. تكملي وتدوسي وترصي كده كده، تاكلي عيالك وتاكلي جوزك اهو اهو. جوزك بيبقى جاي تعبان من الشغل، ريحه شراب ورمي، تاخد الشراب تغلقه له في كوبايه وتعمله كوبايه شاي، مش تعمله بميه فاضيه. ميه شراب الرجلين ده بتجوز الصح، تخليه يبقى زي الصاجر. اغلقه من غير ما تقوله، مش لازم تغلقه ميه شرابه. ولو قال لك ريحتها وحشه ولا مش ريحتها، انزلي عليه بخشبه دغدغيه. مش كفايه طول النهار واقفه تعمل له بيتزا وتعمل له في اكل؟ ميه شراب وخمر الشراب في شويه ميه وجرفي امه، شربيه برونو اشرب يا ابن الكلب يا واد. الضيق اهو، طماطم ارموا اللي انتوا عايزينه يا ولاد. البيتزا ما بتقولش لا، ما بتقولش لا، بطراخوا ارموا كده اهو. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. شايفين الحلاوة؟ شايفين اهو. نحطوا ايه تاني؟ انا بنحب نحط بصل على فكرة يا ولاد. البصل ده جميل، بصلة كده مشرحة كده وجميلة اهو. البصل دي جو الصحة. البصل بقى حلو في ايه؟ في الايام اللي فيها كورونا دي، تحطوا شرايح من البصل كده. اي حاجه البيتزا دي حلاوتها ان هي بتاخد اي حاجه، ما بتبانش فيها كده ان هي طماطم فراوله كيوي، كله بيبقى عسل. بعد ما تغطيها بالجبنه وتدخل الفرن بتبقى زي الزبده، ولا حاجه بتبان، كله بيبقى زبده. وتجيبوا الجبنه بقى، اهم حاجه الجبنه. الزيتون العودي، شوف الزيتون، زيتون جميل، زيتون ممرمر كده وجميل. امي اللي مخللاه، امي تجيب الزيتون من الشجره وتقعد تخلل فيه وتحط وتدش، وابويا يقعد يترشقه باسنانه ويطلع منه البذره يعمله خواتيم كده، ويلبس لامي شبكه الخطوب. ده ابويا ده ريز الرذاله والله، لا ناكل جلد دماغه. غريب الشكل ده، فرحان فرحه ان انا عامله بيتزا النهارده. الفرحه مش صيعاه، هاين عليه كده يطير يعدي من السقف والله. قال لي مش هننام الليل، هنفضل قاعد كده نستنى لحد ما تعملي لي بيتزا. يحب البيتزا قوي. اصل يا ولاد كان حصل حاجه كده زمان هنحكيها لكم. مره من المرات ساعه ما شائعه البيتزا طلعت، الناس كلها بيتزا ومش بيتزا، ابويا كان رايح يجاب الواحد كان فيه ايه شغلانه بينه وبينه كده في اسكندريه، فشافه قاعد بياكل في بيتزا، قال له ايه اللي انت بتاكل فيه دي؟ قال له ده بيتزا يا عم الحاج. قال له يعني ايه بيتزا؟ قال له بتاعه كده مدوره وجميله تاكل. ابويا بقى عزه نفسه كان عينه هتنط عليه ولسانه دلدل كده، بس عامل نفسه ايه بقى؟ قال له لا مش عايز، انا بناكلها كل يوم. قال له ده الست، الراجل بقى قال له ده الست اللي ما تعرفش تعمل بيتزا لجوزها يطلقها على طول. ابويا سمع الكلام انصعر وانجن وشم الريحه انصعر، اخذ بعضه وطار راح لامي. قال لها بنقول لك ايه؟ دي بتعرفي تعملي بيتزا؟ قالت له بيتزا يعني ايه بيتزا؟ قال لها عليا
الطلاق لما بتعرفي تعملي بيتزا بتطلقي دلوقتي. قالت له بنعرف يا اخويا المالية. قال لها بتاعها مدوره كده لازم تعملها لي دلوقتي. قالت له حاضر روح ريح نملك ساحتين كده وهنعمل لك احلى بيتزا. الولية راحت خليته دخل نام من هنا وراحت دبق ده في الارض جايبه جاموس طينه قد كده وراحت مخمراه بحبه ميه وعجناه وجايبه صينيه وفردح فيه ورشه شويه رمله وجايبه حته مش كده مع معلقه جبنه وفرداهم ومعلقتين زيت من بتاع التموين وراحت فرداهم عليهم وترش الرمله كده كانها كده كريستانه كده وراحت محمراها في الفرن. الراجل كان نايم شم الريحه جاب من النوم فتح الباب قال لها انا خلاص دوبت دوب. الراجل شم الريحه انصعق بقى يهبش في قلب جرس الطينه كده وياكل وفرحان فرحه وينقر على اخره من كتر الفرحه. ابويا ده اكيل اكيل وامي اتصرفت وعملتها له. فامي ست بيت شاطره اي حاجه تيجي تحت من ايديها تعملها على طول. شايفين ترصه كده وترشه كده اهو جبنه جميله اهو. الله يرحم ما كانش عندنا في الضغط غير المشي والمشي فيه الدوده جد كده كانت تصحف بالليل تفضل تلحس في كفا ابويا وهو نايم. فابويا يا اولاد ما كانش يكش من الدود ولا من الحاجات دي عادي عنده كان ياخد الدوده دي يشيلها بالاسبوع لحد ما ما تجوح كده وتبقى جعانه خالص يجي حاططها لها شويه شويه اي اكل لقمه مبلوله اي حاجه تاكل الدوده وتبطرح كده وتسمن لان لما الدوده تجوح تنصعق اي حاجه تحطها لها تاكلها. كان يخليها تبطرح وقلبها يبقى كده ويجليها زي الصدق وياكل. ما كانش في حاجه اسمها حاجه وحشه. ابويا ده راجل غلبان كان راجل فقير وغلبان ما كانش لاقي اللضا كان فقير دجه. فابويا يا اولاد لما بيجوع ما فيش حاجه بتوقفه. مره جاء راح رافض امي عطاها بالرفص منزلها من على السرير وراح ساحب المرتبه من تحتيه وفضل ينهش في القطن وياكل اي حاجه ياكلها يعدي عليها على طول. امي بتخاف منه والله تخاف لا ياكلني. مره جابت حبل الغسيل وراحت مكتفاه وجابت اللوح بتاع السرير اللي اللوح بتاعت السرير الخشب دي ونزلت عليه فضلت تقصر فيه حد ما دغدغت له العمود الفقري خلت العمود الفقري زي البودره كده. خافت منه حلوه كده ناطع يا خرابي لا يكون ولا ينيلنا بنيلي فظيع. ابويا دي ملوش حل خالص بس روحنا في يوم نحبوه ربنا يبارك لنا فيه ويخليهولني. ده ابويا برضه. شايفين يا اولاد شايفين يا اولاد الجمال شايفين الجمال والحلاوه دي لما تخش الفرن بقى هتبقى مزيكا هتبقى حاجه تانية هتتكلم اجنبي كده هترطم كده سبع لغات. شايفين جميله حنها جال النهارده كده من سعرتي عليه جميلة مبدرة كده وجميل هي دي البيتزا يا بلاش هاي جميل احبها قوي. لما تخش حكينا بتبقى جميلة تخش الفرن بقى تسيح جوه كده وتطلع ملبلبة تفضي عليها كده المايونيز ولا البتاع التاني اسمه ايه ده الكاتشب دي تحصر الكاتشب كده يا سلام يا سلام وتنهجه. اهو يا جماعة حطيتها في الفرن وحطيه بهيت وهنوريها لكم بعد ما تستوي. انا لسه حطها في الفرن تسخنوا الفرن كده وتحطوها جواه حطيه وتطلع مبلبله ونعمه كده وجميله زي الزبده زي القشطه. اهي يا اولاد بعد ما طلعت من الفرن واستوت بقت جميله هنحط عليها الكاتشب الحار اللي قبل من ضرب النار. الكاتشب ده بيبقى جميل. ابويا ما بيغسلش سنانه الا بيه يغسل يفضي على فرشه المعجون ويلمح سنانه او بحته سمنه فلاحي وتغسله ما لقيتوش لا ده ولا دي بحب التراب تراب فرن وتغسلوا سنانكم وتلمعوها. بصوا كاتشب حار جميل هنوريكم دلوقتي اصبروا خليكم معايا. شايفين يا اولاد بيتزا جميله جميل واغسلوا سنانكم بالكاتشب. ابويا بيلمح سنانه بالكاتشب تبقى سنه قد سنه الحمار اهو يا لهوي. ربنا يا حبايبي كنت بودي والله تاكلوا معايا بس مفيش كافيه هنروح ناكل البيتزا دي انا وابويا. الابويا جنبه مضمر ودمه ودني جد كده هيموت هنسعر حلو. يلا بقى بقى نشوف وشكوا على خير مع السلامه.